انتشرت مؤخرا أخبار تفيد بأن عمات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اقتحمن شقتهم ظنا منهن أنها من حقهن بعد وفاته، ولكنهن تلقين صدمة بعد معرفتهن أنه تبرع بكل ممتلكاته لإحدى دور الأيتام. وبعد ضجة ميراث هيثم أحمد زكي والأخبار المتداولة بشأنه بأن هناك صراع بين الورثة، خرج الدكتور أشرف زكي عن صمته لينفي كافة الأخبار المتداولة في هذا الصدد، مؤكدا على أن عمات الراحل لم يقتحمن شقتهم من الأساس ولم يتبرع بأمواله وممتلكاته لصالح دار الأيتام بحسب ما نشر. وكان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عاما بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية إثر تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية الخاصة بتقوية العضلات، مما عرضه لوعكة صحية ذهب بسببها إلى الصيدلية ليتلقى حقنة مسكنة للألم، إلا أنه للأسف لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعتين. وتسببت وفاة هيثم أحمد زكي في صدمة في الوطن العربي، خاصة أنه رحل في ريعان شبابه وحيدا داخل شقته. وما زاد من الألم كشف أشرف زكي أن جنازة الراحل تأخرت لعدم وجود أحد من أقاربه لاستلامه، حيث لم يتمكن شقيقه الوحيد رامي عز الدين القدوم إلى مصر لضيق الوقت، مما دفع نقيب الممثلين للتحدث مع المدعي العام من أجل السماح لهم باستلام الجثة.